يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأعظم الله أجوركم. استشهاد أمير المؤمنين. Our topics today in regard the health psychology and the human diversity module was the child development. We discussed the important issues in regard to the child development. واضح الصوت يمكن يمكم؟ أي سؤال أو أي استفسار من حضراتكم؟ أي واحد يرفع إيده just raise hand ممكن إحنا نجاوبه. تمام. The objectives of our lecture. عندنا two lecture هي child development وبعدين محاضرة الثانية هي على communication with the children. The objective of this lecture, we have to enable to you to consider the implication of the attachment theory for the hospitalized child, outline the Piaget theory and how it has been used to explain the children's understanding of health and illness, and consider some criticism of بعض الانتقادات of Piaget theory and its alternative. إن شاء الله. This is major development theories. هاي نظرية الفصلات التطور مع الطفولة. واحدة من عدة social cultural theory. The cognitive theory النظرية المعرفية أو الإدراكية نسميها social learning theory التعلم أو اكتساب المهارات الاجتماعية. و psychosexual development العالم فرويد اللي هو فسرها نظرية اللي هي psychosexual developments وكو psychosocial developments مع الأريكسون العالم و attachment theory مع البول باي و behavior child developments. سنحكي بالتفصيل إن شاء الله. عندنا نظرية اللي هي attachment theory. Attachment theory was developed by the John Bowlby هذا العالم 1973 to understand the relationship between the infant and their primary caregiver. The primary caregiver نقصد به هنا اللي يعتني بالطفل الأكثر شيء الأم تكون. We have to move from Freudian approach toward the new cognitive approach to psychology also drawn on evolutionary theory influence of Harlow works. Attachment as biologically based system that function to maintain proximity to the infant's caregiver. Infants are predisposed to exhibit proximity seeking behavior. يعني شنو معناته؟ يعني دائما الطفل عنده استعداد بانه يلتصق بامه. عنده استعداد دائما يتقرب بعطف وبحنان لامه او نقصد به الاتاتشمنت فيجر اللي هو anyone predominant or prominent in his life. Contact, maintaining behavior, contact, يعني هي هاي الآسرة أو الرابطة أو الالتصاق بينه وبين أمه. فالطفل يحب هاي الشغلات وعنده فد آسرة وعلاقة حميمة يكونها ويا أمه يتمنى هذا الشيء بداخله. هذا بناء على شنو؟ بناء على تجربة هي هاي هذا العالم هارلو. هاي التجربة اللي أمامكم تشوفوها يعني مقتبسة من المونكي مونكي بيبي. شاف بهاي التجربة جاب هذه المشين تنطينا حليب فقط. المشين الأولى يعني مشوها المؤشرة ولبصفها جاب سرقيت ماذر يعني في الدمية علشان شبه الماذر مان. شاف يعني يروح حليب من هاي المشين لكمل السرقيت ماذر يعني تصق وياه. هذا نقصد به الكونتاكت مينتينينج بيهيفر يعني يحاول يلتصق بامه يحب الحنان والعطف. فلذلك دائما هو هذا نقصد به الاتاتشمنت بيهيفر. شباب الله نكمل محاضرتنا. تجربة هارلو ووركس راح أعيد هاي التجربة. هذه الاتاتشمنت ثيري مع البول باي نظرية الترابط والتلاصق والتواصل مع الأطفال.
in regard to the mother care أو attachment figure. بناء على دراسات وتجربة هارلو، العالم هارلو بداياته مع المونكي أول تجربة سواها، سوى هذه التجربة، جاب بيبي مونكي وخلاله ماشين تعطينا ميلك، هاي المشين تعطينا ميلك، واللي بالجهة الأخرى خلى دمية اللي هي سرقت مادر، يعني دمية تشبه أمه تشبه المونكي، فشاف البيبي مونكي بالبداية يعني يشرب حليب من يجوع دائما، وأغلب الأوقات يقضيها مع أمه، لذلك يحب الاتاتشمنت، يحب الالتصاق بالرغم ما هي مجرد دمية. لذلك بناء على هذا النظرية بنا دراسات العالم بول باي، وسنحكي شنو أهميتها. Given a choice, infants, monkey preferred surrogate mother covered with a softer cloth with no food to less comforting mother that gave food. Attachment is not just about cupboard love. Attachment theory, infant form first mental model of relationship based on interactions with their primary caregiver. The primary caregiver, نقصد بي ممكن هي المذر أو أي شخص، أو أي شخص predominant in his life، ممكن الفادر، عمته، خالته، أي واحد ممكن، وهذا نقصد بي caregiver اللي يعتني بالطفل. Childhood attachment model may continue to influence the adult relationship. دائما عنده حنان وعطف يعني بالطفولة راح تكون well preserved personality، وبالعكس ممكن تأثر على personality مالته بالكبر. طبعا هذا الموضوع جدا مهم دائما نركز عليه ونحتاجه بكل نواحي الحياة اللي هي بكل نواحي وكل برانشات الميديسن، وتحتاجوه بمستقبلكم إن شاء الله. Critical period for first attachment during first year. أهم شيء هاي الفترة الذهبية، الفترة الحرجة، أول سنة. إذا ما صارت بصورة حقيقية، ما صارت أسرة، رابطة، علاقة حميمة بين الأم والطفل، ممكن تصير مشاكل خاصة بالسنوات الأربعة. Insecure attachment in infancy may result shorter long-term attachment. يعني إذا ما صارت بصورة صحيحة هاي الاتاتشمنت ما تولدت، ممكن سبب لنا مشاكل، مشاكل على صعيد بالبداية نسميها short term يعني acute، حالات حادة، وممكن عبر سنين هم إلها مشاكل بالكبر، من يكبر الطفل يعني يصير mature و adolescent ويصير adult. Stages of social developments in infancy. Newborn show preference، يعني هذه شلون التطورات تصير على الطفل. أهم شيء عندنا أكون نسميه developmental milestone. developmental milestone مراحل نمو الطفل اللي هي نركز عليها دائما. دائما إحنا نسأل نقول الطفل شو وقت مشى، شو وقت حكى، زين، وشو وقت sitting without support. ذن المهمات غالبية الناس يتذكرون. شنو فائدة نبالكم؟ أكو واحد يقدر يجاوبني منكم؟ ذن ليش نسأل عليهن؟ Anyone can raise hand. شنو فائدتهن؟ ليش نسأل عليهن؟ يعني ليش نسأل الطفل شو وقت مشى وش وقت قام sitting without support وش وقت بدل speech مالته؟ شنو أهميتهن؟ ليش نسأل عليهن هذا developmental milestone؟ السلام عليكم دكتور. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا دكتور، لان هذا الشيء اللي حيتنبأ بعلاقه الطفل ويا اهله، لانه بالعلاقه مع الطفل ويا اهله هو هم اللي حيعلموا النطق، وهم اللي فاذا كانوا قريبين من عنده راح تكون هاي التطورات عنده اسرع، هم اللي يكونوا قريبين من عنده عاده هم الاهل يعلموه شلون يمشي، شلون يعني شو وقت يحكي، هم اللي يدربوه، فهي راح تتنبأنا بطبيعه علاقه الطفل ويا اهله. زين، اذا تاخرت، اذا delayed speech، تاخر النطق، ايش نتوقع؟ يعني ممكن احد الاسباب انه يكون الاهل يعني هم ما مدربوه بشكل جيد، او انه هم ما يخلوه مو دائما وياه حتى يدربوا على نطق الحروف. يعني ممكن الاتاتشمنت ما صارت، يعني الاتاتشمنت ثيوري هاي واحده من اجابه، وممكن اكو فت خلل عنده
بالبرين ممكن اكو فد بيرث اسفكسيا صارت وسبب نعم انه ديليد لانجويج. اوكي ايش وقت الطفل يحكي في بالج اذا سامعه او بالبيت عندكم طفل يجوز ايش وقت تتوقعين الطفل اول ما يقول بابا ماما بيعمر يعني هو سنتين تقريبا يحكي، أتوقع تقريبا أقل سنتين. اي بعمر السنه تقريبا بعمر إيه السنة يبدي حتى بعض الأحيان هو بعمر 10 أشهر أكو طبعا هو أكو في individual variation زين ممكن say بابا ماما within 10 months زين إذا عبرت السنتين هذا نسميه delayed developmental milestone يعني هذا delayed speech. طبعا هسه بالآونة الأخيرة دا نشوف هواية حالات من الـ autism spectrum disorder هاي ليش دا تصير عندهم يصير lack of social interaction أهم شيء فقدان التواصل الاجتماعي و lack of communication اللي هي lack of verbal non-verbal communication اللي هاي تأثر على حياة الطفل خاصة أكو نسميه digitalization هسه التلفزيون الآيباد الموبايل هاي التقنيات الحديثة تخلي الطفل في معزل عن الآخرين وتعيق التطورات اللي عنده والمهارات اللي يكتسبها من المحيط أو من الكير جيفر. أوكي شكرا. العفو دكتور. First social smile at about 6 week approximately 3 months distinguish stranger from non-stranger يعني بعمر 3 أشهر راح يميز الغريب من اللي يعرفه زين مثلا امه موجوده يميزها اذا تيجي وحده غريبه راسا يصرخ يعيط الطفل فهذه بعمر 3 أشهر. Show preference for non-stranger. Example, smiling. Allow any caring adult to handle them without becoming unduly upset. 7 to 8 months specific attachment form. هنا راح تتكون الأسرة والعلاقة. Child will miss key people and show signs of distress in their absence. يعني بس احد يختفي من عائلته اللي هو يحبه راح يتعلق به مثلا يتعلق بامه بهاي الفتره راسا راح يصير عندهم ديسترس ممكن يدخلون بانهيار نسميه كاتاستروفيك رياكشن بعض الاحيان الطفل يعيط يصيح زين وري اوف سترينجر بيكينج ذيم اب تاتشينج ذيم ايفن وذ كي بيبل بريزنت حتى لو الناس موجودين مثلا موجوده امه اي غريب يشيله هو ممكن يعيط يصيح هاي يعني يصير عندهم distress للستريج. Effect of separation يعني إذا عزلنا الطفل عن الكير جيفر عن أمه خاصة بهاي الفترة الحرجة. According to Bowlby describe the behavior of children in the residential nurseries and hospital في السابق كانت البوليسي مالتنا بالهيلث كير سيستم بأنه الطفل ندخل مثلا الطفل إذا تمرض عنده مثلا نيومونيا أو عنده gastroenteritis أو any disease ندخله واحدة زين ندخله واحدة بالمستشفى ونبقيه ونقدر نعالجه والأهل نقول لهم روحوا للبيت أنتم نعالج الطفل لكن اكتشفوا العالم بول باي 1969 اكتشف هذا السيكول تصير الكومبليكيشن تصير لذلك كلش مهمة نخلي المذر بالكيري زين التوجه العلمي الحديث والطب الحديث الادفانس ميديسن بانه نخلي المذر ويا فور كيرينج اوف ذيس تشايلد هي فاوند ا بريدكتبل باترن اوف بيهيفير فالونج ثري فيسز ثلاث اطوار ممكن يمر بهن الطفل الطور الاول البروتست يعني يحتج شلون بينج ديسترست لوك فور مدر دائما ينظر لها يباوع منها ومنها بك تلقى امه ميتلينج تو سبستيتيوت يحاول اي شيء بديل لها كان لاست اور اور ايفن دايز هذا الطور الاول اللي هو يدخل بيه الطفل وبعده راح يدخل بديسبير يأس يعني يقول لا محاله بعد امي راحت بعد ماكو فائده راح يدخل بساينز اوف هيلبلسنس ودرون كراي اونلي انترميتنتلي يأيس يظل يبكي بين فترة وفترة بس واحد يائس وآخر شيء راح يدخل بالديتاتشمنت الديتاتشمنت اللي هو راح الانفصال النهائي عن أمه اللي هو more interested in surrounding راح يفكر بالمحيط be smile and be sociable but when carer return they are remote and apathetic ما يهتم لهم حتى لو إجوا لو رجعت لهم بعد ما يهتم لهم راح يدخل بطور
الأباثي. أباثي يعني بلا مشاعر، ما يعير لهم أهمية، ما يعير الأمة أي مشاعر أو تعابير وجه. أوكي، فإذا الأدوار كلش مهمة لبروتست الديسبير ديتاشمنت. لذلك مثل ما قلت لكم بالأدفانس ميديسن بالعلم الحديث والطب الحديث دائما يدخلون المذر بالكيرينج أو بالنيرسينج أوف child in the hospital. حتى بالجديد اكو نظام مال WHO يسموه كونغارو مدر كير. اكو واحد يعرف شنو كونغارو؟ كونغارو، كونغارو مدر كير، سامعين بي؟ شنو معنات كونغارو؟ أكو واحد يجاوب؟ الكمغر، أي صح. أي هذا شنو؟ شافوا البريماتشور بيبي، البريماتشور بيبي الأطفال اللي هم انولدوا قبل العمر مالتهم المحدد، هو الطفل معروفة 37 ويكس ويصير دليفري هذا نورمال، لكن إذا كانوا بريماتشور قبل هذا العمر ينولدون ندخلهم احنا بالحاضنات بالنيونيتال انتنسيف كير يونت بالخدج نسميه. فبالسابق يعني بالحاضنه، هسه هذا الجديد التوجه مال دبليو اتش او قالت احنا ليش ما نسوي الكونغارو مذر كير. الكونغارو مذر كير يعني اكو بوندينج او اتاتشمنت، بوندينج او اتاتشمنت تصير بين المذر وال child اللي هي مباشرة حتى بدون ملابس، زين، حتى skin to skin contact and contact. شلون الكنغر، الأم الكنغر إذا شايفيها بالصور أو بالفيديوهات باليوتيوب ممكن تطلعون عليها، فهاي شافوها very very effective وده تطبق. وهسه يعني حتى بمستشفى زهراء عندنا يعني انفتحت وحدة مال كونغارو مذر كير، شافوا لها استجابات هي بناء على هاي النظرية مال بولباي. Okay, thank you. Most overt distress for children age from 6 months to 3 years, lack ability to keep image of carer in mind, limited language tomorrow, lack ability to understand abstract concept. إن شاء الله نحكي الابستراكت، نقصد بها التفكير المنطقي أو المصطلحات المنطقية. Often feel abandoned, إحساس بيما بالهجر، ما حد يحبه، ما حد يهتم به، راح ينعاف وحده. May attribute to it to their own failing. She's gone because I was naughty and see being left as punishment. يعني نظروا له، يعني هو بنظر تبع أنه هو عافه as a part of punishment، يعني جزء من العقوبة. لذلك راح تأثر بنفسية الطفل. When attachment figure absence، يعني هاي باللونج تيرم absence، يعني الأمية إذا اختفت لفترة طويلة أو الكير جيفر اختفى لفترة طويلة، إيش راح يصير عندهم؟ separation and anxiety. Separation and anxiety، قلق الانفصال، اللي هي العلامات مال sympathetic overactivation، راح يكون عند الطفل هي ممكن tachycardia، sweating، crying، emotional lability، sleep disturbance، lack of appetite، يفقد الشهية عنده، هاي كلها نسميها أعراض من separation and anxiety. increased aggression، increased aggression يعني تجي نوبات من التهيج والعصبية. clinging behavior، clinging behavior يعني يحاول يلتصق بأي شخص، يعني بعض الأحيان يجوز حتى لو دمية نسميه clinging behavior. بدوتينج، بدوتينج يعني ذول عندهم نكتشرال نيوريسيس يتبولون بالفراش، بدوتينج يسموهم. والديتاتشمنت اخر شيء ممكن، هاي واحده من الكومبليكيشن. فيرست 3 تو 4 يير اوف لايف ابير تو بي فيري فيري كريتيكال اور سنسيتيف بيريد فور فورمينج اتاتشمنت. سؤال، المعلومات الخارجية مطلوبة، شنو قصدك معلومات خارجية؟ أي معلومات؟ هذا لا لكم، يعني لكم كمعلومات حتى تفهمون المحاضرة.
طبعا هواي ناس يعني يجي ببالهم يعني هذا الطفل يعني ما عنده أحاسيس ومشاعر وما ممكن يتأثر. يعني أنا أتذكر بالكلينيك مالتي جابوا لي طفلة عمرها 3 سنوات، هذا الطفل داخله بأكيوت ستريس ريأكشن نسميه، عنده lack of communication، lack of verbal non-verbal communication، lack of social interaction و repetitive stereotype movement، كل أعراض مال autism spectrum disorder، بس هي بصراحة كانت acute مال acute stress reaction و sleep disturbance و lack of appetite، والطفلة تعيط وتصيح ويجي. فمن سألتهم يابا عندها مشكلة فتح حادث صدمة أمامها صارت، قالوا لا دكتور أبدا لا مشكلة ولا حادث ولا أي شيء صار أمامها. بعدين عدت السؤال مرة اثنين ثلاثة عليهم، هم كانوا بصراحة هم كانوا ناس مهجرين من تل عفر. فبعدين من كررت السؤال بعدين الأم كانت بالأخير ليش ما سألت، قالت الدكتور أكفد موضوع راح نحكي لك إياه، يجوز له علاقة بالموضوع أو ما له علاقة ما ندري. قلت لهم شنو الموضوع؟ قالوا إحنا قبل شهر إجينا من تل عفر كذا مهجرين، وكان أبوها مقتول مضروب طلاقات بصدره زين وميت، وكنا جايين بكية وهي موجودة الطفلة ويانا زين. قالوا ما ندري هذا الموضوع يأثر بيها أو لا، ما يعني جزء ما له علاقة. فكو ناس هيك يعني تتوقع مثلا هذا طفل وما عنده مشاعر وحاسيس وما يفكر وشنو أبوه راح وهيك زين، لكن هي هاي بالعكس، هي هاي الكريتيكال بيريد اللي الطفل هو اللي يتأثر بيها. الطفل يعني كشخصية حال حال الأدلت، يفكر يشعر يستشعر وكل شيء عنده، والبيهيفر هم يكون محاسب عليه. التاتشمنت ستايل عندنا سكيور وانسكيور. السكيور يعني يتكون بصوره صحيحه، والانسكيور اللي هو ما تكون بصوره صحيحه اكو مشاكل بيه. الانسكيور عندنا 3 تايب، الريسيستنس والافويدنس والديس اورجنايز. الريسيستنس يعني المقاوم، الافويدنت التجنبي، والديس اورجنايز غير منتظم. هاي معناته اكو سترينج سيتويشن تيست، هاي في التجربه سوتها العالمه عالمه انسورث ب 1973 ميثود فور ايدنتيفاينج اتاتشمنت ستايل، حتى تميز هاي التجربه نختبر بها الطفل، نشوفه هل هو عنده سكيور اتاتشمنت، يعني الاتاتشمنت تولدت بصوره صحيحه او لا. هيش child observed regarding infant observed in 8 times 3 minute episodes، يعني نشاهده 8 مرات 3 minute episodes، يعني الفترة 3 دقائق. نشوف willing to explore and interact with toy، تفاعله نخلي له العاب شلون يتفاعل وياها. reaction to caregiver departure، من امه تطلع من الغرفة نشور تفاعله وياها. reaction to stranger، من يجي واحد غريب. و reaction to return of caregiver، ومن ترجع امه. نشوف ذن التفاعلات ايش راح تصير بهم. على ضوئهن راح نحكم هل هو secure attachment أو anxious avoidant أو anxious resistant. شلون؟ إذا caregiver leave، ترك caregiver playing before caregiver leave، then some distress راح يصير عندهم. إذا صار هيك راح نعتبره secure. زين؟ إذا كان little or no distress، يعني ما اهتمله اهتمام أو اهتمام قليل، do not resist being left، يعني ما يدير بال حتى لو عافته واحده، هذا راح نسميه avoidant او anxious، يعني هذا insecure attachment. اذا كانت extreme distress or passivity، extreme distress يعني ازدراء وانزعاج شديد جدا، راح نسميه resistant او over dependent. over dependent يعني معتمد تماما من الطفل، يكون مو كل شيء يعتمد على امه، لازم اكو عنده فد مساحه من الحريه. كير ريتيرن، اذا رجعت امه، اذا سيك كونتاكت ذين ريسيوم بلاي، هذا سكيور نورمال. اذا ليتل اور نو جريتنج، يعني مثلا واحد من الطفل من تجي امه مو يتلقاها يشبكها، يعني مثل ما شايفين بالبيت عندكم الاطفال. اذا ليتل اور نو جريتنج نسميه انجل افويدنت، راح يرفض شبكها الامه نسميه سي كونتاكت، ذن ريسيوم بلاي، ذن يرجع يلعب.
إذا كان سي كونتاكت but often they refuse it بعدين يرفضها and do not return to play. يعني إذا جت أمه إذا جت أمه يروح لها ممكن لكن بعدين يرفضها وما يرجع يلعب أبدا. زين هذا نسميه anxious resistant. واضح الصوت؟ الصوت واضح اخواني؟ اوكي اذا كانت سترينجر دكتور دكتور من سترينجر يعني بهاي الغرفه اللي بها العاب وبها الطفل اذا اجى شخص غريب شلون راح يكون الرياكشن مال الطفل الاعتيادي اللي ما عنده مشاكل ما عنده disorder اذا سترينجر may give some comfort but not same as carer يعني اذا اجى واحد غريب كانه تكون بصف تجي معلمه زين للطفل شلون راح يكون some comfort يعني شعور بالارتياح ولو جزء قليل ولو ما يوصل لأمه لكن هم يرتاح الطفل هذا نسميه secure attachment يعني طفل طبيعي لكن إذا treat like mother يعني عاملها مثل الأمية distress at being alone الدور هم يشلب بيها هاي stranger زين وما يريدها تعوفه هذا نعتبره anxious avoidant إذا resist effort of stranger إذا يطردها stranger يطردها ويحاول ما يتواصل وياها وما يتفاعل وياها راح نسميه anxious resistant anxious resistant أو insecure attachment أوكي فإذا الأولى هذا السطر الشطر الأول من الجدول هذا راح يكون تابع element اللي هو secure normal واللي آخر اثنين اللي هو insecure attachment limitation شنو ال limitation مالتنا مال strange situation test هذا الاختبار strange situation test has momentary separations so result only relevant to short term stressor يعني شنو المعوقات مال هاي التجربة انه تقيس لنا فقط بالشورت تيرم يعني الاحداث الجديدة ما تقيس لنا الاحداث البعيدة المدى After a prolonged separation, most children reject mother, at least initially, so all would be insecure, not ecologically sound. Infants may form multiple attachments. This only looked at behavior with main carer. يعني ممكن الطفل يكون attachment لعدة أشخاص, ممكن للstranger, للmother, بهاي التجربة. هاي واحدة من المعوقات والمحددات أو disadvantage مال هاي التجربة limited to infant attachment behavior يعني فقط يقيس لنا الattachment هاي التجربة مال stranger situation test secure attachment predicted by يعني شلون نحكم على الطفل عدة secure attachment يعني تكونت الأسرة أو العلاقة بصورة صحيحة وحلوة ونشوف الطفل نتوقع راح يكون عنده well preserved personality بالمستقبل اللي هي carer sensitive to child signal crying smiling discomfort cooing rapid appropriate response emitted consistently يعني إذا كانت استجابة حلوة له وسريعة interactive synchrony with carer يعني فد علاقة حميمة وياه وهي علاقة مشاعر وياه حتى بعض الأحيان يعني يشوفون الطفل يعني احنا نقيسه مثلا طفل موجود ويا أمه أمه إذا تعورت أو صاحت بألم أو قامت تبكي هو يبكي وياها هيجي هاي نقصد بيه interactive synchrony with carer carer accepts rule of parents carer carer has higher self esteem ايش نقصد بالسيلف استيم اكو واحد عنده فكره سيلف استيم سيلف استيم شنو نقصد به اذا كيرر هاز ا هاير سيلف استيم راح نعتبره كسكيور اتاتشمنت
دكتور يعني هو هذا اللي يقدم الرعاية الكير عافية. جيفر، نعم ممكن انه مرات يحس نفسه انه مو قدها، يعني المرة تشوفه مرات تنزوي او تنعزل او اصلا يعني تنفر او تخاف انه تقول انا ما اقدر اقدم هاي الرعاية للطفل، او بالعكس أها عشت انه حلو تقول عشت انا لا إياك بالعكس انا قدها عشت واظل إياك متشرف. عشت إياك. دكتور هذا نقصد به السيلف استيم. السيلف استيم هو تقدير لذات، نسميه تقدير الذات. تقدير الذات، تقدير الذات يعني شنو؟ يعني معناته عنده هاي سيلف استيم. من يكون هاي سيلف استيم؟ يعني تقدير لذاته قوي، راح نتوقع السكيور اتاتشمنت تصير عالية. شكرا لك عشت ايدك، تفسير حلو. كوست اوف سيبريشن، شنو المشاكل اللي تتوقع اذا انفصلوا، يعني فصلنا الابن او البنت عن امها، شنو نتوقع؟ نتوقع فانكشنلس سايكوباثي، سايكوباثي اضطرابات الشخصيه بالكبر، يعني دائما نشوف الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالشخصيه هذول السايكوباث المجرمين الكرايم، ممكن هم او ما عندهم لا ضمير ولا مشاعر ولا اي شيء، ولا عندهم ريجريت ولا عندهم ندم. ممكن نتوقع هذا يصير عندهم بسبب الانسكيور اتاتشمنت او بسبب السيبريشن. ورك وذ برايمتس، ديبرشن ممكن يصير عندهم، سلور موفمنت، ليس بلاي، ليس سليب، ليس رابيد اي موفمنت سليب، تشينجز بالهارت ريت، بالبودي تمبرتشر، هاي دراسات تاكدها. سيميلر تشينجز بالبري سكول تشيلدرن هوسبيتالايزد فور كيموثيرابي. ممكن طبعا هذه التشينجز ممكن بالهوسب وين تشيلدرن سفر فروم سي اي او اني تايب اوف مالجنسي، ودخلنا مثلا على سبيل المثال لوكيميا ودخلنا فور كيموثيرابي، ممكن هاي التشينجز تصير اللي هي سليب ديستربنس، تشينجز بالهارت ريت، بالبودي تمبرتشر. سيبريشن فروم بيرز اولسو ديستريسنج اند هاف سيميلر افكت. Lack of reinforcement from mother contribute to helplessness. قبل شوي حكيناها الـ helplessness شنو معناتها؟ Work with the primates. Primates اكو واحد يعرف شنو معناتها؟ Primates. Primates اكو واحد يعرفها؟ شنو برايمتس؟ اي عافية البدايات. البدايات يا عافية. Other possible implication for health outcome. Adherence to treatment may adversely affect it. This in turn may impede recovery. Adherence to treatment يعني أخذ للعلاج. هذا نسميه adherence to treatment. يعني التزامه بالعلاج. يعني الطفل من يكون عنده سكيور اتاتشمنت راح يلتزم بالعلاج مالته، اذا كان ما عنده سكيور اتاتشمنت ما راح يلتزم بالدواء، كل ما تنطي علاج ما يفيد ما ياخذه. هذا نقصد به adherence to treatment، التزامه بالعلاج. Patient experience of pain may be worse if an anxiety level high، يعني احساسه بالالم راح يقوى اذا عنده انسكيور اتاتشمنت، يعني حتى لو كان فت بين بسيط مثلا فت كوليك بسيطه يشكون عندها هو على الاطفال يزيدها هو تصير عنده exaggeration. Patient may suffer from adverse effect of stress on health. شنو ال adverse effect of stress on health تتوقعون؟ أنا حجيت بالمحاضرة السابقة، أكو واحد يحكي لي إياهن هسه؟ شنو نقصد بها ال adverse effect of stress on health؟ شنو تتوقع؟ شو راح يصير على الطفل؟ اكو واحد يجاوب؟ عافية. تقل المناعة بعد، واحدة من عندها كلش مهمة تقل المناعة، ممكن delayed wound healing، زين most likely susceptible to infection، ممكن diabetes عافية، ممكن يصير عندهم اللي هي psychological, physiological, immunological، ممكن ischemia. يعني اسكيميا زي بالالدرلي يعني بالكبار.
احنا اذا شيء بالتشلدرين ممكن تقل المناعه عندهم، لذلك اكثر سسبتبل تو انفكشن. لذلك نتوقع مثلا نعطي كورس اوف انتيبايتك، مثلا دخلنا طفل عنده نيمونيا نعطي كورس اوف انتيبايتك فور 1 ويك، اذا كان عنده ستريس ممكن تطول الشغله ممكن فور 2 ويكس. شنو الانتقادات مع نظريه الاتاتشمنت؟ too simplistic، كلش بسيطة، يعني مبسطين الأمور، overly focused on mother، بصير تركيز على الأماية، يعني يلغون دور الأب، الأب هم إلى دور، لكن هنا بهاي النظرية يركزون فقط على دور الأم. multiple attachment figure may be formed، this was not explored initially، يعني هنا بيت القصيد، يعني هواية مثلا الطفل ممكن اكو اتاتشمنت تصير عنده مثلا عمته، اخته، خالته، اي احد نانا لاغين بس مفكرين بالام. كواليتي اوف سبستيتيوت كير نوت كونسيدرد، هاي هنا هم اكو مربيات او المعلمه او اي شخص هو مهتم بالطفل او يعتني به او يعتني به، لذلك الكواليتي اوف سبستيتيوت كير لازم نخليه بالحسبان، هذا كلش مهم. Despite criticism, الانتقادات مع الاتاتشمنت ثيوري agreement that separation of children from carer distressing for both can have a negative psychological physical consequences. اللي هي ممكن اكو فت psychological وممكن تصير physical consequences. هسه سؤالي لكم، شنو هي psychological والphysical consequences اللي ممكن تصير اذا صار عندنا detachment؟ اكو احد يجاوب؟ حسن فالح يمكن رايز هاند. اكو احد يقدر يجاوب؟ شنو النيجاتيف سايكولوجيكال فيزيكال كونسيكونسز اذا صار عندنا ديتاتشمنت؟ According to attachment theory. من يجاوب؟ ها اخوان. هسه حكيناهن. عفيه، ممكن يصير سترس، واذا صار سترس ممكن شو يصير عند الطفل؟ شنو تتوقع؟ ممكن يدخل بدبرشن، ممكن انكزايتي، ممكن سيبريشن انكزايتي، ممكن عفيه بعد انعزال سوشيال ايزوليشن. نعم صح. بعد اي واحد يقدر يريد يحكي ممكن يفتح المايك او يأشر لنا، نفتح له المايك. سلو موشن لسبلاي، نعم ممكن، ممكن يصير عندهم مثل ما قلنا susceptible to infection decrease immunity. نعم ممكن يدخلون بأوتيزم سبيكترم ديس اوردر كلينجينج بيهيفير ممكن يكون عندهم. عاش تديكم، شكرا. Practice in ball by days. Practice 1950-1960 was restrict parents access to hospitalized children. مثل ما قلنا بالسابق كانت البوليسي مالتنا استراتيجي مال hospitalization or nurturing of child دائما واحدة، لكن سب الجديد لازم الأم لازم تكون وياها الأفضل أو any type of caregiver. Words were sterile and clinical. Parents leaving was a cause of distress, so frequency of visit limited. Disappearance of over distress in children was seen as a positive, may mask underlying distress and be a threat to attachment, cause damage to relationship, resistance to accept change to parents' access. Improvement to practice stay, هاي بالادفانس ميديسن. How we can improve our practice by allow parental carer access, allow attachment objects مهمة.
reassure that child not being punished or abandoned environments more like a home مثل ما نشوف الرد هات يعني نسويها شلون مثل البيت ونخلي kids بيها أو toy للطفل stimulating toys and activities high quality substitute care specialist nurses يعني فد نيرس خاصة مهتمة بهم يكون لها عناية خاصة تهتم بالأطفال هيجي continuity of staff ايش نقصد بها continuity of staff شنو ال continuity of staff يعني الـ الطاقم الطبي يكون متوفر دائما يعني مستمر بشكل مستمر نعم عاشتيدك عاشتيدك Despite this good practice, hospitalization of children can be still a highly distressing time and result separation from sick child sibling. دكتور شنو يقصد بالنقطة سؤال... نعم. النقطة الخامسة. النقطة الخامسة. Stimulating toys and activities. بلى دكتور. يعني... أكو أحد يعرف يقدر يجاوب شنو معناته؟ دكتور يعني أجيب الألعاب وعلمها يعني أعلمهم عليها يعني مثل هذول جماعة الإنسولين مثل اللي يأخذون يعني عندهم سكري فأجيب لهم لعبة ويعني أضربها بيهم يعني حتى يتعلمون عافية هو هذا نقصد به stimulating toys and activities والcontinuity of staff حجانا يعني يكون نفس الستاف هما أو consistent personnel نسميه نفس الأشخاص هما المؤلفين لهم عندنا النظرية المهمة هي childhood cognitive developments النظرية المعرفية أو الإدراكية مال جين بياجيت اللي هو genetic work with intelligence test use of a clinical interview qualitative differences in thought process at different stage سنحكي بالتفصيل intelligence الذكاء grows through interaction of child with the environment دائما الذكاء شلون يتولد بتفاعل الطفل مع المحيط الخارجي هنا أنا راح يسبب المهارات والقدرات المعرفية والإدراكية مالته بالتفاعل مع الانفايرمنت Child operates on the environment and sees the effects Thinking is a mental operation New skills represented as schemata Knowledge assimilated or accommodated Reducing egocentricity شو نقصد بها الإيغوسنتريسيتي؟ كو واحد عنده فكرة؟ الأنانية عفية، يعني شنو الأنانية؟ يعني مثلا إذا واحد يريد يأخذ لعبته ما يقبل مثلا يعني يتملك الشيء يعني مثلا يريد يأخذ أكله ما يقبل هيك يعني ممكن حتى مثلا واحد يجي يم أمه هو هم ما يقبل يعني أمه تروح يعني كل شيء يريده إله يعني الألعاب كلها إلى الأكل بس إلى ما حد يدني محاجته هذه يسموه ego centricity زين هل هي هاي normal بالchild أو abnormal لا تتوقعون هي هاي normal أو abnormal أتوقع لا نور الطفل هاي المرحلة يكون نوعا ما تفكيره يكون محدود بهاي الصيغة إذا يعني من النادر إنه تلقى طفل شوي أوعى من هذا الشيء فإذا هسه نريد نحكم عليه هل هي هاي الإيغو سنتريسيتي نورمال أور أب نورمال؟ دكتور يعني برأيي هسه نورمال هي للأطفال بهذا العمر جيد يعني ممكن تكون هي نورمال زين لكن لعمر محدد ممكن تختفي يعني الطفل من يعمر 4 سنوات 6 سنوات يعني ممكن تختفي أكو في التجربة نسميها theory of mind هاي نظرية theory of mind نظرية العقلية هاي سووا تجربة جابوا نصف sculpture يعني نصف تمثال مع الإنسان نصف نص بيوجي ونص ما بيوجي زين جابوا طفل من هاي الجهة راووا الوجي قالوا له أنت شو شوف قال أشوف وجي إنسان طيب التمثال جاي أشوف وجي زين فالمهم قال له بذاك الطرف الطفل ايش راح يشوف ايش قال لهم قال لهم يشوف هم وجه انسان
زين دوروا سووا قلبوا الادوار خلوه بالطرف الاخر قالوا له شو شوف قال لهم ما اشوف الا وجه ولا ابد هذا نص سكالبتشر زين نص تمثال قالوا له والطفل هناك زين قال لهم هم ايضا ما يشوف لا وجه ولا ابد هذا يسموها الايجو سنتريسيتي اي هاي ثيوري اوف مايند يعني ينظر بمنظور نفسه هاي الانانيه اللي عنده موجوده اوكي لذلك عد الاطفال الاوتستيك تشايلد الاوتيزم هاي راح تبقى عندهم للكبر يعني يفكر بس بنفسه الانانيه تصير زايد عنده لكن الاطفال الطبيعيين تختفي عندهم reducing ego centricity cognitive development reducing ego centricity راح تقل body schema learning where you and the whole starts object permanence object permanence شنو معناتها؟ كو عنده فكرة؟ دكتور معناها أنه الطفل ملك مثلاً فت كرة وإذا ابتعدت كرة عن ناظرة حتى لو كانت مثلاً تحت الطاولة أو هاي يظل أنه عنده تصور أنه هاي كرة عنده بعض الأطفال يمكن أنه اختفت عن ناظرة يعني هاي ينتهت بعد ماكو أي كرة عنده أما هاي الطفل يتملكه فلازم يبحث عنها ويدورها حتى أنه تستمر وجود الأشياء حتى عند لما من تكون عند ناظرة زين يعني شوفي اذا دا يلعب هسه على ما قلتش دا يلعب بطوبه خوش بالغرفه وهاي الطوبه دخلت جوا زين جوا الكرسي اختفت عن نظره شو يعتبرها موجوده لو ما موجوده يعتبرها موجوده يعتبرها موجوده زين شوفوا اذا بعمر اذا بعمره لحد 18 سنه زين هذا يعتبرها انتهت بعد اختفت ما موجودة زين وراها ممكن راح نعتبره الأوبجكت بيرمنس الأوبجكت بيرمنس يعتبرها موجودة ويروح يبحث وراها سيكينج وراها زين إذا سيكينج وراها هذا الأوبجكت بيرمنس موجودة عندنا نقصد به أوكي فهاي اللي هي معناتها by definition هي continuing existence of object even when they are out of sight يعني حتى لو ما موجود عن أنظاره يعتبره موجود هذا الأوبجكت فيرمنس هاي واحدة من النظريات المهمة اللي يركز عليها بياجيت بياجيت stages of cognitive development then the four stages اللي هو sensory motor stage of 2 years pre-operational from 2 to 7 years concrete operational from 7 to 11 years will formal operational from 12 and up بالسنسري موتور ستيج اللي هو أول سنتين من الديفلوبمنت of the child organize sensory information develop motor coordination develop body schema develop object constancy هنا الأوبجكت constancy شو صبي رأيكم مشكلة بالمايك الأوبجكت كونستانسي شو نقصد به؟ أوكي بعد نفس البرمننس بس إذا شيء نركز بالكونستانسي هي على الإيموشنال يعني لازم أكو عندهم انتميت ريليشنشيب انتميت ريليشنشيب يكون العلاقة والآسرة مع الأشخاص Pre-operational 2 to 7 year egocentric speech centration reversibility conservation over generalization. The egocentric speech. إيش نقصد بالegocentric speech? Egocentric speech. نادي تقريبا نفس الفكرة الكلام قبل هنا الكلام يكون كله بخصوص ذاتي ما يحاول يغير. Egocentric speech. دكتور ما اسمعي؟ اي حبيب وياك. نعم يا دكتور يعني كلام كله بخصوص ذاتي، سويت وفعلت كذا. ما اي يعني الكلام ما كلامه في محور واحد. اي عافية، يحكي عن نفسه وكلامه في محور واحد. Centration, reversibility. Reversibility يعني شنو؟ دكتور مثلا ينطمو مرافق
يعني مضادات، إذا طيش مثلاً كلمة يطيم مضاد مالتهم، مثل صار عدد قربين ويعطهم conservation الحوار مالته والover generalization التعميم يعمم، هي شي نقصد concrete operational from 7 to 12 year difficulty with abstract thought lack collecting information on favorite topics. إيش نقصد بالabstract thought؟ شنو نقصد به abstract thought؟ يعني شيء منطقي. شيء منطقي، يعني شلون شيء منطقي؟ شنو يعني شيء منطقي؟ ما عندي فكرة. زين، احنا شلون نعرف هذا الشخص عنده تفكيره منطقي ام لا؟ راح نعطيه مثل ونشوف تفسيره للمثل صحيح ام لا. اذا جاوبه بصورة صحيحة راح نعتبره تفكير منطقي. زين، مثلا اذا تشوف واحد educated وعلى ليفل مالته حسب الeducational level راح تقول له اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجاره، فسر لي هذا المثل. اذا فسره بصوره صحيحه راح نعتبره abstract thinking good، اذا ما فسره بصوره صحيحه راح نعتبره concrete thinking. زين، الconcrete thinking وين يصير؟ اما child بعد ما وصل لهذه المرحله العمريه، أو ممكن بالديمنشيا، أو ممكن بالسكيزوفرينيا يوصل. طبعاً هذا إذا كان educated ويعرف وهي شيء، أو ممكن تنطي أي مثل. ممكن تسأله سؤال مثلاً تقول له مد رجليك على قد ضغطك الباب اللي يجيك من ريح سدوستين. يعني الأمثال الشائعة اللي يعرفوها الناس. زين، أو ممكن تقول له يا هو الأكبر بيضة تديش لو الدجاجة. زين، هو يا هو الأكبر بيضة تديش لو الدجاجة. زين، فحسب الإجابة مالته راح تعرف هل هو هذا عنده concrete thinking أو abstract thinking good. الformal operational بهالمرحلة اللي هي من 12 سنة وفوق راح يصير عندهم abstract thinking والabstract logic. جيد، عاشتي لكم. زين، وdevelop hypothesis يعني عنده فد نظرية، وتفسير النظرية ممكن تتولد عنده بهاي الفترة المرحلة العمرية. شنو الانتقادات لهاي النظرية اللي هي tend to focus on what child cannot to do، يعني دائما ينظر للسلبيات مال الطفل ما ينظر للإيجابيات بهاي النظرية مال بياجيت. Not what they can achieve. If child deemed too young to appreciate a given concept, no point in trying to inform them. Partial information can be damaging. The child would try and make sense of situation anyway. Then you يعني المرة ما مطلوب يعني مو بروح يعني نخليكم إياها بالنهايات. Alternative approach to Piaget. يعني ذني نظريات أخرى. أكو كاري، العالم كاري في 1985، هنا يركز على الطفل child and adult shares common journey from novice to expert. زين، فدائما يقول الطفل مثل الأدلت عنده مهارات يكتسبها من المحيط من المجتمع. زين، كل ما نعطيه معرفة أكثر راح build سكيماته، تفسيره للمنطق، تفسير الأشياء، تفسيره للتقدير الذاتي يزداد، راح تكون أكثر نولج عنده، راح يكون أكثر education، راح تكون well preserved personality، راح يزداد فهماً، increase the understanding مالته. However, cannot deny that the child's ability does have some limits. أكو حدود معينة للطفل. إلا Vygotsky اللي هو child as an apprentice compromise between Piaget، يعني هذا فتح الوسط between Piaget وكاري. هنا أنا with able instruction، هنا أنا يركز على the zone of proximal development اللي هو شنو نقصد به zone of proximal development. إحنا الطفل كل ما كانت الظروف مهيئة إلى كل ما كان استجابته وتفوقه بالدراسة وتفاعله مع المحيط والبرسوناليتي مالته تتولد والإدوكيشن إدوكيشنال ليفل مالته يصعد والإنتليجنس مالته تكون قوية. إذا يعتمد على الزون أوف بروكسيمال ديفلوبمنت. زين، إذا هذا الأكثر قبولية والحل وسط بيناتهم اللي هو نسميه العالم فيجوستيكي، يقول إحنا كل ما وفرنا مصادر معرفة،
كل ما وفرنا بيئة صالحة، بيئة تعليمية للطفل، احنا راح ننمي شخصيته وننمي مهاراته المعرفية والإدراكية. زين، سؤال لكم، اكو ميل انتليجنس كويتنت الاي كيو، زين اكيد سامعين بي، ايش قد النسبة الطبيعية مال الاي كيو؟ النسبة الطبيعية ايش قد الاي كيو؟ 400. عافية. الافريج 100، هي من 90 الى 110 الافريج 100. زين، من السبعين وجوا نسميه mental retardation، والسبب الجديد احنا تجنبنا كلمة mental retardation نسميه intellectual disability. زين، intellectual disability اللي يعتمد على الذكاء، مشكلتنا بالذكاء او بطيئين التعلم. زين، من سبعين وجوا مثلا عندنا من 70 لل 55 هذا mild intellectual disability، 55 ل 35 moderate، من 35 ل 20 هذا يعتبر severe، جوا 20 هو profound. زين، سؤال لكم، اكو ضلقاب 70 الى 90، دول شنو؟ لا هم النورمال ولا هم الابنورمال، من هم ذولا؟ دكتور يعني صحيح سب نورمال، يعني يكون متاثر سب نورمال بالبيئة المحيطة. لو كانت أول دربي دكتور، سب نورمال دكتور، عفوا نعم دكتور، سب نورمال بحيث إذا ممكن البيئة تكون مؤثرة عليهم، لو كان تعليم أفضل كان راح هذا نقصد به الزون أوف بروكسيمال ديفلوبمنت، يعني ما وفرنا لهم بيئة تعليمية صالحة. يعني واحد بالرورال أريا ما دخل مدرسة، زين، وما وفر ما وفرت لأي education، ما علمته، هو راح يظل بهاي الفترة، لا هو المنتال ريتارديشن، لا هو اللي عنده intellectual disability ولا هو normal. able instruction based on when to when don't assume average ability needs to assess each child X level and their zone of proximal development, preparing child for admission procedure, use of different media for communication, puppets, videos, picture. يعني إذن الوسائل التعليمية ننمي مهارات الطفل بيهن. Check understanding دائما، نشوف مدى فهم الطفل والليفل مالته حسب الاي كيو. وطبعا عندنا هواي مقاييس ممكن نقيس بيها ذكاء الطفل، اكو منهن ويكسلر انتليجنس سكيل وستانفورد بينيت، يعني ذن مقاييس هواي ممكن نقيس بها الطفل حسب الليفل مالته. تيك كير وذ ميتافورز هيلبس تشايلد اكسبرس فيلينج، دائما شلون نعرف الطفل، نعلمه شده الالم مالته حسب الرسومات. ان سمري، What does X level mean؟ يعني هو level مال understanding مالته، level of knowledge مالته مال الطفل، هذا نقصد به X level، يعني basics مالته، basic knowledge مال الطفل. In summary، attachment theory reinforce needs for access of the family to hospitalized children and of children to hospitalized family member. Separation from attachment figure can cause psychological, physical distress, damage the relationship, influence may persist into adulthood. لذلك ممكن يتأثر على personality مالته، ممكن تصير عندنا long term complication، ممكن نمسخ شخصية الإنسان بسبب ما وفرنا له بيئة صالحة بالطفولة، ما وفرنا attachment figure بصورة صالحة. If access to carer has to be restricted, good quality hospital care can help. Homely stimulating environment، يعني في environment تشابه البيت، نخلي له في التوي للطفل تكون ملائمة ومناسبة له، familiar toys يعني في الألعاب هو يحبها ومعروفة له. Play specialist، ايش نقصد بي play specialist؟ Play specialist كذا مش مختص بالألعاب، يعني يصممون الدمى وشي شيء. أكو فعلًا ناس مختصين بالألعاب؟ أكو يصممون يعني تصاميم الدمى وهاي الألعاب
طبعا هنا نقصد به يعني مو بس يصممون، هذولا بلاي ثيرابيست. بلاي ثيرابيست يعني يعلمون الطفل زين ويدربوه بعض المهارات زين، how to communicate with the children زين، باستخدام البلاي، باستخدام اللعب، يعني خلوه يكتسب مهارات. يعني شايفين اكو بعض الالعاب مثلا البنيه تقعد تطبخ وتساعد امها، هيك هذا نوع من انواع البلاي ثيرابي يسموه، او الطفل يخلوه لسباين وهيك يفسخ السياره وهيك زين. طبعا الها سبيشالست، اكو ناس هم مختصين بهذا الموضوع نسموه بلاي ثيرابيست. continuity of contacts كلش مهم، لازم مستمرين موجودين. Piaget approach identifies limitation of children dependent on their stage of cognitive development. Rushforth argues for vigesticky adaptation with focus on zone proximal developments to help each child reach their best potential. لذلك كلش مهم نوفر بيئة صالحة خالصة للطفل، نوفر له كل الوسائل والظروف المحيطة به للإدوكيشن. Requires assessment of each individual child's ability and provision of able instruction. Multidisciplinary team and use of different media can aid communication. استخدام الميديم، شنو نقصد بالميديم هنا؟ Multidisciplinary team وميديم، شنو نقصد بيها؟ دكتور الوسائل التعليم مختلفة، وسائل التعليم المختلفة، أي الصور، الألعاب أو الفيديوهات عافية. أو حتى حركات عافية. مختلفة، حتى إنه يوضح له بأكثر من طريقة حتى يعلمه. أوكي جيد. scope for misunderstanding is great. need to be checked. example of practice. هاي التجربة، شافوا child might suffer from diabetes، يعني يجيبوا له الدمية ويعلمون، يعلموه بالبداية يقولوا له هاي الدمية عندها diabetes، احقنها انسولين زين، حتى يعني يقللون السترس على الطفل، وهذا كجزء من البلاي ثيرابي، وعلمون الطفل شلون بعدين يتقبل جرعات الانسولين. وهذا اكو كيس لكم انتم جاوبوها وام سي كيو. وثانك يو ا لوت فور يور ليسنينج اند ام ريدي فور اني كويستشن بليز. بس واحد واحد اي سلايد 12. سلايد 12 الأطفال جماعة الودد راو هذول المنعزلين قلنا مو؟ اي الأطفال المنعزلين ايش بيهم؟ ايه بالكارير ريتيرنز انت قلت انه هذا يعني ممكن الطفل انه تجي امه ويبقى قاعد على التليفون يعني ما يتلقاها، يعني هالشيء أيه. على بوقيت يعني مثلا لو امه تتاخر يومين وتجي هم ما يتلقاها، لو تتاثر هالشيء، لو مثلا هو لان اذا طفل اي اذا طفل طبيعي المفروض يتلقى امه ويستقبلها يشبكها يحضنها هيك هذا، يعني هالشيء له وقت طبيعي. حتى لو مثلا لا ما له وقت، حتى لو يوم سنه سنتين مهم يظل يذكرها يا بعد امه، ما طول تولدت الاتاتشمنت عنده وجمعت وذدره الوذدره ولا ما يعير لها اهميه اذا كانت انسكيور اتاتشمنت مثل ما قلنا، يعني حتى لو بقت مثل يوم الفتى ما شايفها يعني هو يبقى ما مهتم ما يتلقاها من تجي ابدا ابدا، اذا كان انسكيور اتاتشمنت ما يهتم لها ابدا. اوكي تمام. زين دكتور دول نفسهم تعاملهم مع الغربة، نعم يعني حالة حال الأم، حالة حال الأم يعني ما يدير بال، حتى السترينجر ما يدير لهم بال. أوكي دكتور دول الوذدرو شنو السبب اللي يسوى يعني شخصيتهم بهالطريقة؟ يعني فقط بسبب بس يعني أنه الأم ما كانت علاقتها طبيعية مع الأطفال بسبب يعني personality مالتهم؟ شون باب العفو بس عيدي للسؤال ما جاي اسمع صوتك بسرعة واحدة. أي العلاقة الانسكيور اللي سبب أنه الأطفال صاروا apathetic غير مهتمين بأمهاتهم، يكونون أنه يعني السبب أنه علاقة الأم مع الطفل مو طبيعية، ما كانت تهتم له في ذلك صار ما تولدت attachment بصورة صحيحة، الاتاتشمنت ما تولدت بصوره صحيحه، ممكن بسبب
الانفصال الأم عن بنتها أو بسبب ينفصل من أي أسباب، سافرت عافت بنتها أو هي موظفة تعوف بنتها وتطلع، أو بعض الأحيان حتى مثلا يخلوهم على التلفزيون على الموبايل في أحكون الديتاتشمنت. هذا بيت قصيد. لكن إذا الأم دائما تحضن بنتها وتشبكها وتكون الاتاتشمنت بصورة صحيحة وتكون علاقة قوية رصينة وياها، راح تظل الاتاتشمنت وياها. هذا بيت القصيد هي شبابة. زين دكتور، البرسوناليتي مالته حتى لو كانت العلاقة طبيعية، هما البرسوناليتي مالته ممكن أن تسبب يعني إباثة تقعدهم؟ إذا كانت قلنا إذا كان detachment أو insecure attachment ممكن راح تصير عندهم psychopathy personality disorder. تمام شكرا دكتور. أي. أكو بعد. أكو سؤال. الأخوان وكلش حلو بصراحة وشيق ومهم لكم جدا وتحتاجوا بكل حياة يعني، يعني وإن شاء الله من الداومون أطفال يعني يشوفون هذا اللي الحشف موجود، وبالسايكاترهم أيضا إن شاء الله تحتاجوا. السلام عليكم دكتور. يتفضل حبيب. دكتور بس بالنسبة للأتاتشمنت ستايل قلنا أكو سكيور وأكو إنسكيور. إنسكيور بيها ريزيستنت والأبوندنت ديس أورجانيز. ديس أورجانيز ما أتوقع ما توضحت بالتيبل، هو هذا التيبل اللي يجي بالستايل اللي بعده. سخنة طلع بالله لحظة. تمام هذا قصدك؟ اي نعم disorganized. اي يعني ما وضحها قصدي بشكل شو نقول بشكل كلينيكال. ركز على الثلاثة، ركز على الثلاثة هم اهم شيء. insecure ممكن يكون anxious avoidant او ممكن anxious resistant. اوكي تمام. anxious avoidant او anxious resistant. دكتور بس عندي سؤال يعني شيء شوي ما اتفق وياه، شلون ممكن تكون يعني الامثال كشيء محدد لتقييم الطفل؟ لان هسه مرات تلقى انه الناس كبار بالعمر رغم انه تصرفاتهم طبيعيه وفهمهم نوعا ما طبيعي بس ما يفهمون بالامثال، يعني شلون بالطفل انه هذا راح يكون كمحدد له؟ هو من يا عمر احنا قلنا الابستراكت ثينكينج من يا عمر راح يبدي اكوردنج تو بياجيت ثيوري. من يا عمر فوق ال 12 يمكن. عافيه. اي فوق ال 12 سنه. فوق زين. الطفل يعني بهيج فتره ما يعرف امثال يعني حسب الليفل مالته حسب الكلتشر مالته اي مثل يعرفه. قلنا السدا ما يعرف امثال ما ممكن تسأله يا هو الاكبر بيضه الديش لو الدجاجه، مو قلنا هي شيء ما يعرف امثال يعني في شيء بسيط مو الا زين. اوكي فالمهم يعني يكون حسب الليفل اوف اندرستاندينج حتى الالدر الناس الكبار يعني تسأله يكون مثل حسب الليفل مالته الليفل اوف اندرستاندينج. يعني قلنا إذا واحد مثقف راح تسأله إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة زين يفسره، بس إذا كان مو not well educated عندنا الأمثال الشعبية الماشية مد رجليك على قد أخطاك الباب يرجيك من الريح سده واستريح هيك. أوكي تمام أوكي. السلام عليكم دكتور. كم سلام. دكتور بالليميتيشن اوف سترينج سيتويشن تيست مكتوب انه نوت ايكولوجيكالي ساوند، يعني شخص بالجمله حد يعرف يفسرها؟
اخوان اكو واحد يعرف يفسرها؟ اي بعد يعني هاي معناتها بيئيا صعب تطبيقها هيك، هذا بيت القصيد. تمام تمام دكتور. جيد، اكو بعد سؤال؟ دكتور النظرية الأخيرة هي المعتمدة مو باعتبار ما عندها انتقادات؟ اللي هي يا هي شوفتك يا نظرية باسم العالم ما أعرف شنو اسمه فيجوستيكي. طيب يا دكتور اي هي فيجوتسكي، هي هاي النظريه الاكثر يعني مقبوله. هنا بنت يعني مثل ما تعرفون حضراتكم يعني هاي اغلبيتها هي نظريات وكل واحد لها مشجعين، يعني مو بالضروره كلهن صحيحات ومو بالضروره كلهن خطا. اللي علينا نكون كلهن نتعلمهن ونعرفهن وكلهن يعني معتمدات، يعني اكو مدارس يعني واكو جامعات تدرس وتطبق مثل البياجيه ثيوري وهاي النظريه مال فيجوتسكي هم ايضا تدرس وتطبق، بس هي هاي اكثر وحده يعني ملائمه لان هي هاي الحل الوسط بين بياجيت وبين كاري نظريا، الحل الوسط بيناتهم. اوكي اكو سؤال بعد عندكم دكتور؟ نعم دكتور، الأطفال اللي عندهم أنانية وتستمر يعني تستمر لحد ما يكبرون، شنو سبب هذا يعني سبب هذا الشعور عندهم؟ واحدة قلنا واحدة من عندها ممكن الأوتيزم سبيكترم ديس أوردر، جماعة الأوتيزم ممكن تظل عندهم الإيجو سنترسم تطول، وبعض الأحيان ذول الأطفال اللي عندهم اضطرابات السلوك أو الكوندكت ديس أوردر نسميها ممكن تظل عندهم الإيجو سنترسم. زين طبعا هي تعتمد على برينجينج مالتهم، طريقة التربية والتنمية والقيم الاجتماعية بداخل الطفل. لازم نعلمه هاي الحاجة، هاي الحاجة مو بس ملكك، ملك الآخرين. يعني طريقة التنشئة والتربية هم لها دور كبير كل شيء هواي. أوكي بعد دكتور. أوكي يلا شكرا جزيلا لكم. خمس دقائق رئيس ناخذ اخوان ونبلش بالمحاضره الاخرى اللي هي communicating with the children اللي راح تكون كلينيكال ان شاء الله، يعني ما نطول بهم. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، امنياتي لكم بالتوفيق وتحياتي لكم. نلتقي بعد خمس دقائق، مع السلامه.